انتحر لعبة مغامرات في عالم الجيمينج بأكتر شخصية محبوبة، وهي شخصية لارا كروفت، وهي اللعبة اللي هنتكلم عليها النهاردة، لعبة توم بريدر الجزء اللي نزل منها في 2013. أول حاجة هنتكلم عليها وهي القصة، ولو انت ملعبتش اللعبة ما تقلقش مفيش أي حرق، ولكن هي دي فكرة القصة أو مفهوم القصة بتاعت اللعبة بتدور عن ايه، فمفيش اي حرق في الفيديو. القصة بتاخد مكانها في جزيرة اسمها ياماتاي، والقصة بدأت بالمركب اللي كانت فيه لارا كروفت وباقي التيم بتاعها، والمركب اتعرضت لحادثة ناحية الجزيرة دي اللي هم اصلا رايحين يكتشفوها. في بداية فترة وجودك في الجزيرة دي بتحاول لارا كروفت وباقي التيم بتاعها ان هم يهربوا من الجزيرة دي او من المخاوف والحاجات اللي بتحصل في الجزيرة، ولكن كل محاولة هرب بتفشل بسبب وجود عاصفة كبيرة بتلازم الجزيرة دي. مع الوقت لارا بتبدأ تكتشف ليه الناس اللي بيخشوا الجزيرة دي ما بيعرفوش يطلعوا منها، وايه السبب اللي خلى العاصفة دي تفضل شغالة بالشكل المستمر ده. وده باختصار كده فكرة اللعبة. نيجي بقى للجيم بلاي. اللعبة طبعا ثيرد بيرسون فيو، لعبة اكسبلوريشن، وعندك بعض الادوات اللي بتقدر تخليك تتحرك في المكان ده وتستكشف، وكمان الادوات دي بتبدأ تتطور مع الوقت او انت بتتحرك بالليفلز بتاعت اللعبة، زي الفاز اللي بتستخدمه عشان تطلع بعض المرتفعات، وكمان الحبل اللي ليه تطبيقات كتير جدا، والحبل ده اللي هو بيبقى موجود في القوس بتاع الارض او القوس بتاع الاسهم. وده ينقلنا للاسلحة. السلاح الاول والاساسي في اللعبة هي الاسهم، وبعد كده هيبقى فيه البيستول مسدس والماشين جن سلاح الرشاش والشوت جن، وكل الاسلحة دي قابلة ان انت تحدثها ما عدا الفاز بتحدثه مرة واحدة بس، فكل الاسلحة دي تقدر تحدثها عن طريق سالفيج بوينت. بتقدر تحط اضافات زي مثلا انك تخلي الاسهم تبقى فيها نار، تغير نظام الفاير في بعض الاسلحة، تزود الدامج بتاعها، تحط سايلنس او كاتم صوت في المسدس، وحاجات من دي يعني. السالفيج بوينت بقى اللي انت بتجمعها علشان تقدر تحدث بيها الاسلحة دي موجودة في حتت كتير جدا في اللعبة. هتلاقيها في بعض الصناديق اللي بتبقى موجودة على الارض، او صناديق بتبقى مقفولة بترباس وانت بتفكها بالفاس، وساعات موجودة في حتت غريبة كده ومتعلقة، حتت مستخبية، هتلاقي السالفج دي موجودة في كذا حتة وحتت لا يمكن تتخيلها. ولكن الاكسبلورر مود اللي هو بتشغله بالكيو على، لو انت بتلعب بالكمبيوتر بتدوس على الكيو بيشغل الاكسبلورر مود، ده بيقدر يساعدك. وكمان الاكسبلورر مود بيقدر تزود السكيلز بتاعته مع الوقت عشان يقدر يحدد الحاجات اسرع. كمان السالفج بوينت دي هتلاقيها في الناس اللي انت بتموتهم، بتقدر تاخد منهم سالفج بوينت، وممكن من الحاجات دي كلها تجمع ويبون بارت، بتجمع قطع للأسلحة. ساعات مثلا تجمع 3 أجزاء من السلاح المسدس أو البيستول، فهيقدر يفتح لك أبجريد جديدة وتقدر تحدث بيها المسدس. فعشان كده مهم جدا جدا إنك تجمع السالفج بوينت دي وتجمع أكبر قدر منها على قد ما تقدر، لأن هي مهمة جدا. في حتة متفرقة من الخريطة كل ما بتتحرك بالخريطة بيبقى في حتة اسمها كامب سايت، ودي بتبقى معسكرات كده هو اللي انت بتقدر تخشها، تقدر تعمل ابجريد للأسلحة، تعلي السكيلز بتاعتك، وكمان تقدر تعمل فاست ترافل ما بين كامب لكامب. فالكامب سايت دي حاجة أساسية هتلاقيها في كل حتة جديدة بتخشها في الخريطة، سواء حتة على الأرض بره أو جوه كهف أو جوه مكان، فكامب سايت موجودة في حتة كتير جدا في الخريطة. طيب بالنسبة بقى للاستكشافات اللي انت ممكن تستكشفها في اللعبة دي، بما ان هي لعبة مغامرات، فأول حاجة في الاستكشافات دي وهي التومز أو المقابر اللي انت بتستكشفها. في مقابر مخفية في كذا حتة في الخريطة، كل ما بتقرب منها بيقول لك، يعني بيجيب لك تيب كده تحت ان في هيدن تومب قريبة، بتبقى عبارة عن علامات كده في الحيطان او في الباب او في اي حاجة بتمشي وراها وتلاقي نفسك دخلت جوه مقبرة بتستكشفها. المقابر دي مهمة جدا ومصدر قوي جدا للسالفج بوينت، بتديك سالفج بوينت كبيرة تقدر تحدث بيها الاسلحة زي ما انا قلت، وكمان ممكن تلاقي فيها ويبون بارت تقدر تجمع منها اجزاء للاسلحة عشان تفتح ابجريد جديدة. كمان كل مقبرة بتخشها بيبقى فيها فكرة، يعني مش كل المقابر بتخشها زي بعض، لا في مقابر يعني لازم تشغل دماغك شويه عشان تعرف تكمل الطريق بتاعها، لازم تستغل كل حاجه موجوده، ولازم طبعا تستخدم الاكسبلورر مود علشان تقدر تحدد ايه الحاجات اللي تقدر توصل بيها للمقبره. ولكن لما توصل للصندوق الكبير بتاع المقبره في عمليه الرجوع بتبقى سهله مفيش مشكله. تاني حاجه في الاستكشافات وهي الكتب. معظم الكتب اللي موجوده في الجزيره دي بتبقى من الناس اللي هم جم في الجزيره، بما فيهم الستاف نفسه اللي كان جاي مع لارا، بيكتب الحاجات اللي هو شافها في الجزيره، معلومات عرفها،
بيفتكر حياته القديمة، حاجات يعني فضفضة من الآخر يعني. وأحيانا بتلاقي فيها قصص بتقدر تفهم منها طبيعة الجزيرة دي وطبيعة القوة والعاصفة اللي موجودة في الجزيرة اللي ما بتخليش أي حد يطلع منها. تالت حاجة في الاستكشافات وهي البوكسز اللي هي بيبقى فيها قطع أثرية قديمة أو بعض الحاجات اللي بيبقى ليها أهمية في المكان ده، سواء لعصر معين، عصر قديم أو عصر جديد وهكذا يعني. في حاجات بمجرد ما تفتح الصندوق بتعرفها على طول، وفي حاجات بتقعد تلفها كده بالماوس لحد ما يقول لك معلومات عنها. ففي الآخر كده لعبة تومب ريدر هي لعبة مغامرات واستكشافات، مش لعبة اللي هو مثلا بيدور على لعبة يلاقي فيها مثلا مناظر خلابة أو مناظر مبهرة، مناظر جميلة مثلا، مناظر مدن، مناظر خضراء حلوة. هي طبعا جزيرة فيها مناظر خضراء حلوة وكل حاجة، بس المناظر اللي هي بتبقى فيها دمار كتير يعني، مباني مكسورة كتير، كهوف، هتلاقي جماجم وحاجات كده بتاعت بني آدمين ودم وحاجات كتير. هي طبعا مش لعبة رعب، ما فيش حاجة مرعبة في اللعبة، بس المنظر ذات نفسه مش اللي هو مريح او اللي هو مش مناسب للشخص اللي بيدور على لعبة فيها مناظر حلوة. ولكن هي لعبة استكشافات او لعبة فيها حاجات محتاج انك تشغل دماغك فيها شوية، ففي الحالة دي اللعبة بتبقى ممتازة جدا، وهي طبعا من اشهر العاب الادفنشر اللي موجودة ومحبوبة بالنسبة للجيمر. وبس كده، دي كانت مراجعتي للعبة توم بريدر، بما ان ده اخر فيديو قبل العيد فكل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان تتابع كل الفيديو.